السلام عليكم لا فامين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صافا لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. الانسان دايما يشكر بها الصحه اهم حاجه. بون، انا اليوم هذا فيديو جديد على القراءه تاع كتابنا اللي بدينا نقراوه باذن الله نكملوه مع بعضنا. هذا الموضوع الثاني نبداو نقراوه بدون اطاله وعلى بركه الله. الاسلام دين علم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، صدق الله العظيم. هذا كان العنوان، والآية اللي تتماشى مع العنوان هذا، يعني بأنه الإسلام دين علم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني العلم كامل لله سبحانه وتعالى، وحنا نعرف منه القليل اللي يحب ربي ينعته لنا، يعني ماشي اي حاجه نتعلموها نقدروا. بيان سور ربي سبحانه هو اللي يحدد لنا اكيد. هذا شرح، هذا شرح على نورمالمون، هذا هو شرح على العنوان تاع الموضوع هذا. ان الاسلام والعلم ينطلقان سواسيه من نفس القاعده وهي الشهاده. هادو المواضيع اللي كاينين في بيان سور في هاد الجزء اللي هو نورمالمون الاسلام ودين وعلم. هادو المواضيع: العلم، التقنية، مبدأ التطور، ان الله الى الله، العلم بلا دين اعرج، والدين بلا علم اعمى. هذا عنوان مليح بزاف. الشهادة منطق العلم، الغيب لله وحده، ان الى الله ترجع الامور، لا علم لنا الا ما علمتنا، الخلق لله وحده. اطلق على عصرنا اسم عصر العلم والتقنية، وقد فاز فيه العلم والتقنية بمكانة عظيمة في نفوس البشر وفي المجتمعات البشرية، حتى كاد يكونان مقدسين وعنوان عبادة. وقد أصبح الكثير يتصور أن العلم والتقنية من ناحية والدين من ناحية أخرى متناقضان ومتضاربان، ويعتقد أيضا أنه ينبغي على الإنسان أن يترك الإيمان بالله للوصول إلى التقدم العلمي والتقني، ومن ذلك لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية التي يعتبرها النجاح الأساسي والهدف النهائي. فالتاريخ يبين أن أمما كثيرة أحرزت في الماضي وفي الحاضر على الانطلاقة المنشودة بدون نبذ أصالتها بما في ذلك الدين، فلم تبرز الحضارة الإسلامية العربية في العهد الأول للإسلام، ولم ترتقي إلا بفضل الدين الإسلامي، ولم تتقدم أمم كثيرة اليوم إلا لأنها حافظت على لغتها. إلا لأنها حافظت على لغتها وأصالتها بما في ذلك دينها. فنحن الآن لا ندرس كيف تسربت بعض المفاهيم المخطئة في مجتمعنا الإسلامي المعاصر، ولكن نحاول أن نكشف الحقيقة بفضل تحليل هذه المفاهيم. فما هو العلم؟ وما هي التقنية؟ وما هي أهم مبادئ التفكير العلمي والبحث العلمي؟ وما هو أسلوب البحث العلمي؟ هذا المقدمة على ما أظن على الموضوع ككل، يعني الإسلام دين علم. الإسلام دين علم هي كما نقولوا احنا، هي يونيتي فيها قداه الموضوع.
المواضيع اللي شفناهم هنايا هي العلم، التقنيه، مبدا التطور. هادو مواضيع جو بونس كيما انا نظن بلي راحين يعطيو لنا، راحين يبينوا لنا بلي الاسلام دين علم. يعني كيما خلصوا هاد اليونيتي كامله راحين نفهموا اكيد ونتاكدوا بلي الاسلام دين وعلم، والعلم والدين يمشيوا مع بعضهم، ينطلقوا من نفس النقطه اكيد ويوصلوا لنفس النقطه. انا هذه كانت تسمى مقدمه بيان سور. انا قلت لكم بلي نقراوها مع بعضنا، يعني انا جامي قريت الكتاب هذا. نقراوها مع بعضنا. يعني كانت هذه مقدمه للموضوع الاول ككل. في هو مقسم الى عده مواضيع، الاول فيها هو العلم. هذا الموضوع الاول راح يكون في فيديو اخرى باذن الله. حبيت نقول لكم باللي اللي يحب الكتاب وحب الموضوع، وهذا موضوع شيق بزاف وموضوع فيه فايده كبيره باذن الله. تعم انا الفايده تاعي انه تعم الفائده، الناس اللي يتفرجوا لي فيديو تاعي كامل يفهموا المعنى الحقيقي. وهذا الكتاب انا بالنسبه ليا حيعاونني كما نحس انا، حيعاونني باه نزيد نعتز بزاف بديني. وبيان سور ماشي كتاب هو اللي يخليني نحس بالاحساس هذاك، ولكن هذا هذا احساس واني نحس بالاعتزاز بديني من بكري، يعني من صغري. ولكن بيان سور راح نزيد، كل ما تتعلمي كل ما تزيدي تفهمي مليح القيمه الكبيره تاع دينك. لهذا انا حبيت كل واحد يسمع ولا يتفرج لا فيديو تاعي. انا حبيت ندير اون فيديو اللي فيها نقاشات مناقشه، ولكن النقاشات ما نقدرش نديرها الا يا في لايف، ندير لايف وندخلوا كامل نتناقشوا فيه، ولا تخليوا لي كومونتير وانا نهز لي كومونتير تاعكم بيان سور، ونجاوب على كل كومونتير اللي عجبوا الموضوع، اللي عنده تعليق، اللي حاب يهدر رايه بصفه عامه. انتما ادرى واش تحبوا انتما، وانا نهز لي كومونتير تاعكم ونتناقش فيهم في فيديو اخرى. والموضوع الجاي كما قلت لكم بلي هو العلم، اول موضوع هو العلم. راح نزيد نقرا في فيديو اخرى باذن الله، ونزيدو نتناقشوا مع بعضنا. نتمنى تخليوا لي كومونتير، وابوني ابوني 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 ابوني.